مساء الخير. مساء النور. بونسوار، اتفضلي. بونسوار. احنا بنحاول ايه نتعرف على بعض، دي فكره احنا مش نحتينها يا ابراهيم. فكره جديده. لا لا بتاعتنا. انا ثروتي 3 جنيه. ايه ده؟ معلش. مع كل مره بقنعك او بضحكك بتديني منهم جنيه. تمام، يعني دول خليهم عندي هنا. دول خليهم عندي. اتعرف عليكي، اتعرف عليا، تقولي لي الشروط اللي انت عايزاها فتاة احلامك. اوكي. اقرا بدقن. لابس نظارة شمس. مش لا مش اساسيه دي لان ساعات بقلع. ماشي. ايه؟ يعني ابتديت اتكسف. انا ما عكستكش لسه. ايه معايير فتاة احلامك؟ عايز الجد ولا جاي تهزر؟ لا احنا جايين نهزر. قولي. ينفع يبقى اقرع وبدقن؟ انا حاسس انها شبه البتاعه دي. لا لا، عريض المنكبين موجود. ينفع يبقى شوجر دادي؟ يعني ايه؟ اللي هم الناس الرمادي دول. كنت عامل انا الستايل ده. وبعدين حصل لك ايه؟ حلقت بقى. انا بصي، انا يعني انا شرقي شويه، بحب في البنت ان هي مثلا ايه ما يبقاش عندها ولاد خالص على الفيس، يعني لازم تنسحي كل الولاد اللي عندها. الولاد. وانت هتنسح البنات؟ همسح الولاد. الكرسي ده خلي بالك زي القرع والله، بيلف لبره. يبقى حاجات متطلباتك انت في شريكه حياتك. في شريكه حياتي؟ اه. بصي انا عندي شويه شروط، يعني مبدئيا 9 تبقى في البيت. انت عايزه اشغلها ايه بالظبط بس؟ لا ما تشتغلش. امال 9 تبقى في البيت منين؟ يعني تبقى جايه منين؟ ايوه. طب جاي منين فعلا؟ هقول لك انا. اوكي. 9 تبقى في البيت. ما تشتغلش خالص. هي تقعد ست هانم في البيت. ماشي زي الفل، ده حلو. وتساعد في المصروف لان المرأة نص المجتمع دلوقتي. لا قوم بقى روح. والله. ازاي ما تشتغلش وازاي هتساعدك في مصاريف البيت؟ ايه؟ ايه بقى 9 بالليل وايه ما تشتغلش وتساعد في المصروف؟ اصل هي الست تبقى ايه؟ زي الحجر الكريم. اه. فاهمة؟ اوكي كمل كلامك. انا احب اقيم الحجر الكريم جدا. ده ايه علاقته حضرتك بالثلاث حاجات اللي انت قلتهم من شويه؟ هقول لك حاجه، يعني انت برج ايه؟ ميزان. ايه ده؟ ميزان. زي ابراهيم. ابراهيم بتحبي النسكافيه؟ بلاك ولا بحليب؟ كنسكافيه كفكره، بتحبي الفكره يعني؟ ما على حسب، لو بلاك لا انا مش ناقصه مرار، حليب بتسوقي. بالحليب انا معاك. الذ. اه طبعا. ده ماتشنج، انت عارف ان انا كمان بحب النسكافيه؟ اول مره. كده انا وهي بنحب النسكافيه. دي حاجه حلوه، انا كده المفروض اخد جنيه. ليه؟ انت ما اقنعتنيش بحاجه، انا اوريدي بحبه. صح كده؟ طب انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه، انا هقول لكم على حاجه. اتفضل. لو خيروكي عامه. اوكي. مصري، لبناني، خليجي. بص هقول لك حاجه، انا ممكن اقول لك 3 مميزات في كل واحد فيهم ميزه، يعني المصري راجل جدع، طيب. ده ايه؟ خلينا نقول عن اللبناني بسكوتايا، خلينا نقول عن الخليجي مصاري. فانت بقى لو خيروكي. فلو انا هاخدهم كلهم باكج. لا لا لازم تختاري واحد. احنا دلوقتي في زمن المطاري. خلينا في المطاري. الخليج. اها. تعالى شبحك حب شبحك دلع. جبت الخليج تديني جنيه. جبته بس فين مصاري؟ شو استفدت من الخليج؟ خليكي فير، خليكي فير. ترى انا مره كنت بالسياره حقي، عيني اجت على واحده كانت مره تشبه لي، قلت هذه اللي راح اتجوزها، ناديت عليها، يا نوجة، ماكو نوجة ما ترد علي. ايه شو بيعرفك باسمها؟ شنو؟ شو بيعرفك باسمها؟ لا تناديها باسمها. انت بتقول ايه؟ هو كده بتقول انا مش فاهم بتقول ايه؟ مش فاهم. يعني بترسل ما بتستقبل. انت بترسل ما بتستقبل، اوكي. جنيه كمان. اكسب. اوكي. دلوقتي هسألك سؤال. البيت والعيال ولا المال والبنون؟ ايه ده؟ البيت والعيال ولا المستقبل والكارير؟ طب ما هو انت ممكن يبقى المستقبل والكارير بالبيت والعيال. الأربعة؟ اه. لا لا، أنت هتبني مستقبلك لنفسك لوحدك؟ هبني مستقبلنا. مفيش حد بيعيش لوحده. هبني مستقبلنا، أنا بره أنت جوه. يبقى بيت، يبقى ده بيت. ما تدخلنيش في حتت، أنا بسألك سؤال. لا لا، يبقى ده بيت بولاد، ما تقعدش تألف بقى. ماشي. هات الجنيه. ايه ده انا ما رضيتش؟ ما جاوبتش السؤال؟ ما جاوبتيش حاجه. امبلا جاوبت؟ يعني قلت لي ده يا ده، قلت لك مفيش حد بيعيش لحاله، قلت لي ما انت هتبقي جوه وانا بره. بالعكس انا ماما يعني عايشه لحالها في البيت، ماما عايشه. ما جابتك منين ماما؟ من على النت. لا انت كده بتغش، خليك فير. انا جاوبت ولا لا يا هيما؟ اديها الجنيه. جيف مي ثانك يو. لو انا وانت وابراهيم في مركب والمركب دي بتغرق ولازم واحد بس هو اللي يفضل على المركب دي، انا ولا ابراهيم؟
سألت سؤال غلط ولا صح؟ تختاري مين معك على المركب والثاني ارخي؟ هقول لك حاجة، أنا لو اخترتك إبراهيم هيطفي الكاميرا ويمشي. يعني أنت هتختاري إبراهيم خوفا من قفل الكاميرا، بس هتختاريني خوفا على حياتي. لا. طب أنط أنا أسيب لكم المركب. هي هو ده اللي أنا مستنيه. ثانك يو. إنسانة من جوه. يس. من جوه. هو أنت لو حبيت واحدة ولا هتحب خمسة؟ لا هبدأ بواحدة. واتجوزتها، ممكن تتجوز عليها؟ ممكن أتجوز عليها. ليه بقى؟ لان انا طلباتي كتير، هي مش هتقدر تسندل معايا الطلبات كلها. فها ايه السندل دي؟ تسندل دي جايه من سندال. تقصد تهندل؟ اسندل. بس هل هي هتبقى قد طلباتي كلها؟ انا هحط طلبات كتير جدا. فعايز اتنين اقسم عليهم انا عشان ارحمها. اتنين يعني؟ مش اربعه. لا اتنين، مش لدرجه اربعه. وتفكر انه انت البنت اللي بتحبها دي هتوافق على الشرط؟ ما مش هقول لها. هتفاجئها. ولا هفاجئها، مش هجيب لها سيره خالص. اصلا. لان انا لو قلت لها هي هتحس بشيء من ال. طب دي مش خيانه؟ التقصير. لا دي خيانه. هتحس بشيء من التقصير فهتشتغل على نفسها اكتر فهتتعب اكتر. انا مش عايز تتعب اكتر. هو اقنعك يا هيما بالكلام ده؟ لا هيك ما لك مصاري. هتجوز واحده بس. وقتك خلص. طيب انا رايي اللي انت شكلك وحش قوي، ممكن تتعب. انا بقول كده برضو لانه 3 جنيه رجعوا لي. ما انا هفهمك حاجه. أه. بس دول انا هركب بيهم وانا مروح. لا والله. انا كده هتمشى. هسالك سؤال هنحدد بيه علاقتنا بجد. اوكي. لو انا جيت مثلا بعد احنا ارتبطنا خلاص وجيت في عيد ميلادك نسيت ان النهارده عيد ميلادك، هتعملي ايه؟ حقيقه نجوى انت ما ردتيش ليه؟ حاجه وحشه يا جماعه. يا جماعه اللي هيشجعني يحط لايك، واللي هيشجعه ما يحطش حاجه. يعني الفيديو ده لو ما جابش بقى انا اللي كسبت. مش هيجيب. يا ان شاء الله مش هيجيب. حابين ننهي الحلقه، فانا عايزك تبص للكاميرا. حابين ننهي الحلقه بطريقه لطيفه. والله كنت عارفه انه هيسمع ويجري.